انعقاد المؤتمر ينضم إلينا محمد عاطف مراسل الغد. محمد، ماذا عن الأجواء العامة لهذا المؤتمر في هذه الدورة وأهم الأعمال أو أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؟ يعني طبعا هذه هي النسخة 29 للمؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد بالقاهرة، ويشارك فيه أكثر من 50 وزيرا ومسؤول أول، بالإضافة إلى 80 مفتيا وعالما ومثقفا ومفكرا يمثلون 70 دولة من الدول العالم الإسلامي. بالنسبة لهذا المؤتمر يركز على بناء الشخصية ويركز على حماية الشخصية الوطنية من الغزو الثقافي وإنتاج خطاب ديني مستنير يقوم على التراث والواقع ويحيي القيم التراثية والدينية والثقافية المهجورة. هناك تركيز من خلال محاور هذا المؤتمر على أن الدين والوطن لا يتعارضان، بل الدين يحتاج إلى وطن ليعيش فيه وإلى مواطنين يحمون هذا الدين. وبالتالي كانت الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن إذا دخل عدو في أوطاننا فيجب مقاتلة هذا العدو، حتى على يعني قتاله أصبح واجب على المسلح وعلى المرأة وعلى الطفل وعلى حتى آخر مواطن في هذا المجتمع. وبالتالي هناك حالة من الاستنفار الديني من علماء المسلمين، وذلك لتصحيح الفروق الواضحة بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس، وبين أهمية الوطن في الدين، وبين ترسيخ مفاهيم المواطنة. هذا هو الحوار الذي يدور. يناقش هذا المؤتمر على مدار جلساته 41 بحثا مقدمة من 42 باحثا. هذه الأبحاث تناقش معايير كثيرة، منها التعليم وظروف بناء الشخصية، منها الإسلام وظروف بناء الشخصية، مفاهيم المواطنة وكيف يمكن ترسيخها داخل الشخصية الإسلامية، وربط هذه المفاهيم بخطاب إعلامي وثقافي مستنير، وبالإضافة إلى محور هام وهو التركيز على التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وتواجه الوطن العربي. وبالتالي هناك كثير من المحاور يجرى مناقشتها خلال هذه الجلسات. وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار أعلن أيضا أن وزارة الأوقاف افتتحت معمدا لتدريب الأئمة والوعاظ على الحاسب الآلي وتكنولوجيات العصر واللغات، بالإضافة إلى يعني الخطاب الإعلامي المستنير. إذن محمد عاطف مراسل الغد من القاهرة، شكرا جزيلا لك.